سؤال الجماع في رمضان. نعم. وقت الإذان. وقت الأذان الفجر. وقت أذان الفجر خلصت أنا جماع زوجتي. للعلم أنا في منطقة ريفية ما هي مدنية. نعم. المقصود أنك أنت انتهيت مع نهاية الأذان. لا في وقت الأذان. في وقت أثناء الأذان. نعم. في نصف الأذان. ما عليك بأس إن شاء الله وصومك صحيح. صحيح. الله يكفر. ما عليك كفارة. ما عليك كفارة وصومك صحيح، ليس عليك قضاء ولا شيء إن شاء الله. الله يوفقنا وإياك.